فردها هو عدم الرد. ولذلك ورد في بعض كلام علي عليه أفضل الصلاة والسلام: رب قول جوابه الصمت أو السكوت. طيب، الأخوة أحيانا يسمعون يقولون: فلان من الناس يتحداك، فلان من الناس يطلبك، فلان من الناس يريدك. خب، فليفعل ذلك، فليصيح، فليدعو زبانيته، فليدعو جيشه هل أنا أهتم لهذه الدعوات؟ أبدا لا. الآن قضية مهمة جدا. البعض من الناس يعتقد أنه الظهور في المناظرات هذه شجاعة، لأن أنت تتحدث مع شخص وهو يتحدث معك، هل هذه شجاعة؟ هذا مقياس أنك إذا تحدثت مع شخص بصوتك أو بصورتك وصوتك تعني بأنك شجاع. طيب، إذا كتبت له ما هو الفرق؟ الذي يناظر صوتا وصورة هو ماذا؟ هو يرد على من يناظره. طيب، والذي يرد كتابة هو يرد. لماذا يعتقد البعض وهم كثر كما واضح بأن الرد هنا يختلف عن الرد هنا، مع أنك تجد أن الذين يستعملون الصوت والصورة أشخاص منفلتين في العادة، لا يملكون أعصابهم، لا عندهم معلومات، يزورون، يكذبون، ينشرون الأراجيف، ينشرون الأكاذيب. واحد يقول الكتاب الفلاني من أهم الكتب المدرسة الفلانية وهو لا علاقة له بهذه المدرسة. واحد يقول العالم الفلاني هو أحسن عالم في المدرسة الفلانية وهو ليس منه. واحد يقول هذا الكتاب كتاب سني وهو ليس كتابا سنيا، وهكذا. لماذا